بسم الله الرحمن الرحيم. مكملين في حل أسئلة الدرس الثاني اللي هو توصيل المقاومات. السؤال 16 بيقول لك في الشكل المقابل تكون المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B. هي هنبص على النقطة A ودي النقطة B. لو انت ركزت كده اول ما تبص هتلاقي ان المقاومتين دول توالي على طول، يبقى 30 و24 ب54. بعد كده برضو دول توالي 50 و30 ب80. معنى المقاومة المكافئة زي ما قلنا ان انت بتشيل المقاومات وتحط مكانها مقاومة واحدة ما بين نفس النقطتين، وبالتالي ما بين النقطة دي والنقطة دي هتلاقي ان انت عندك 54 و27 على التوازي، سمي دي واحد ودي اتنين، يبقى انت عندك هنا ار واحد اتنين بتساوي 54 على التوازي مع 27، يبقى 54 في 27 على 54 زائد 27. هيطلع معاك 18 اوم. نفس الكلام بالنسبة للناحية التانية، عندك 80 هنسمي دي 3 أرباع، يبقى انت عندك ار 3 أرباع بتساوي 80 على التوازي مع 20، يبقى 80 في 20 على 100 هيطلع معاك 16. نيجي بعد كده هنشيل المقاومة دي والمقاومة دي والمقاومة دي ونحط ما بين واحد واتنين مقاومة واحدة قيمتها ب18، وما بين تلاتة وأربعة مقاومة واحدة قيمتها ب16، وبالتالي هتلاقي إن الدايرة بتاعتك من هنا لهنا أدي 14، وبعد كده من تلاتة لأربعة في 16، بعد كده عندك من واحد لإيه في 3، وعندك من 4 لبي في 2، وبعد كده عندك من 1 ل 2 اللي ما بين النقطة دي والنقطة دي في كام؟ 18. هتبص تلاقي ان انت عندك ما بين 1 وما بين 2 في 18 وفي 14 و16 اللي هم 30، وبالتالي دول هيبقوا على التوازي. سوري نسينا نحط هنا دي 4 وبعدها في 12 وبعد كده يبقى في 12 هنا، يبقى انت عندك هنا ما بين 1 و 4 في 14 و16 اللي هو 30، وتحت هنا في 18 و12 اللي هي 30 برضو، هيطلع معاك 15 اوم. معنى كده ان انت هتشيل المقاومة دي ودي 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 وتحط ما بين 1 و 4 مقاومة ب 15 اوم، يبقى انا عندي هنا طبعا كمل ادي 1 وادي 4 ومقاومة 15 اوم، والمقاومة دي ب3 والمقاومة دي ب2، وبالتالي المقاومة المكافئة بين A و B هتبقى 3 و15 و4 كلهم توالي، وبالتالي 15 زائد 3 زائد 4 بيساوي 20 اوم. طيب نركز كده تاني نشوف احنا عملنا ايه. المقاومتين دول توالي ب54 توازي مع 27 اعطانا 18، المقاومة بين 1 و2 على التوالي مع 12 اعطانا 30، نفس الكلام بالناحية التانية ما بين 3 و4 في 80 و20 على التوازي هيديك 16، تجمع لها ال 14 هيديك 30. بعد كده هتلاقي ما بين 1 و4 في 30 هنا وفي 30 هنا اللي هي دول ودول هيدوك 15، بعد كده ما بين الاي والواحد في 3، بعد كده ما بين الواحد والاربعة في 15، وما بين الاربعة والبي في 2 هيديك 20. السؤال رقم 17، المقاومة المكافئة للدائرة المقابلة في حالة توصيل مصدر كهربي بين النقطتين اي وبي تساوي النقطة اي والنقطة بي. طيب تعال نحل السؤال ده بره.
ماكس. ركز معايا كده، انا عايز اجيب المقاومه المكثفه بين النقطه دي والنقطه دي. لو انا بصيت من تحت الاقي ان المقاومتين دول توالي 5 و5 ب 10، فبين النقطه دي والنقطه دي هتلاقي ان ال 10 دي هتتوازن مع ال 10 دي، وبالتالي 10 هتتوازن مع ال 10 هتديك 5. معنى كده ان انت هتشيل المقاومه دي وتشيل المقاومه دي وتشيل المقاومه دي، تحط ما بين النقطه دي والنقطه دي مقاومه واحده ب 5 اوم. وبالتالي لما تشيل دول وتحط 5 اوم هنا هتلاقي ان ال 5 اوم دي على التوالي مع ال 5، وبالتالي كل اللي تحت ده هيديك 10 اهو. وبالتالي ما بين النقطة دي والنقطة دي اللي تحت ده كله 10 اهو، وفي 10 هنا كمان اهي على التوازي معاهم، وبالتالي هيديك 5. وبالتالي ما بين النقطة دي والنقطة دي في 5 اهو، هتلاقي ان ال 5 اهو دي على التوالي مع ال 5 اهو، وبالتالي هيديك 10. وبالتالي ما بين النقطة دي والنقطة دي في كل اللي تحت ده في 10 اهو، هتبقى على التوازي مع ال 10 اهو دي، وبالتالي هيديك 5 اهو. وبالتالي هتشيل كل المقاومات اللي تحت دي، وما بين النقطة دي والنقطة دي هتحط مقاومة ب5. نيجي بعد كده في الآخر، احنا عندنا دلوقتي دي 10 ودي إيه ودي البي، وقلنا ما بين هنا وهنا في 5، وما بين هنا وهنا في 5. لازم تبقى عارف انت ما بين أنهي نقطتين. هتلاقي إن المقاومتين دول توالي ب10، والمقاومة المكافئة ليهم على التوازي مع ال10 اللي فوق هيديك 5 أهو. بعد كده ما بين البي والسي، البي والسي هنا ركز معايا، احنا لحد ما نوصل عند النقط دي خلاص، يعني احنا قلنا هنا 5 و5 10 على التوازي مع ال 10 هيديك 5، و5 10 على التوازي مع ال 10 هيديك 5. وبالتالي لحد ما نوصل هنا ادي السي ادي 5، يبقى تاني 5 و5 10 هتوازي مع ال 10 5، و5 10 هتوازي مع ال 10 5 اللي هي ما بين النقطة دي والنقطة دي. نيجي بعد كده ادي النقطة بي فوق، وادي ب 10 وادي ب 5، وبعد كده عندك 5 وادي الاي وادي 10. احنا عايزين ما بين النقطة دي والنقطة دي، فهتبص تلاقي هنا ان انت عندك ادي 5 و5 10 ما بين البي والسي، وفوق في 10 و10 لا 10 و5 10 و5 15 ما بين البي والسي فوق، اللي هي بي اي 10 واي سي 5. يبقى انا عندي هنا ما بين البي والسي فوق ب 15 ما بين هنا وهنا، وما بين البي والسي في 10، وما بين البي والسي في 10 برضه. وبالتالي 10 على التوازي مع ال 10 على التوازي مع ال 15، 10 على التوازي مع ال 10 هيديك 5، على التوازي مع ال 15 هيساوي 5 في 15 ب 75 على مجموعهم اللي هو 20. هطلع معاك ب 73%. السؤال رقم 18، سلك منتظم المقطع مقاومته R تم تشكيله على هيئة مستطيل طوله ضعف عرضه ووصل بمصدر كهربي بأربع طرق، أي من هذه الطرق تمثل الطريقة التي تجعل المقاومة المكافئة أكبر؟ طيب بغض النظر عن قيمة المقاومة بتاعة المستطيل بتاعة السلك يعني المصنوع منه المستطيل، بيقول لك هنا طوله ضعف عرضه، وإحنا عارفين الـ R بيتناسب مع الـ L عند ثبوت باقي العوامل، وبالتالي المقاومة دي لو مثلا هنسمي دي ار مثلا، فدي هتبقى 2 ار، او سموها ار داش لان ده ار، يعني المقاومه دي ضعف دي. عندك هنا دي برضه هتبقى ار داش ودي 2 ار، هنا 2 ار وار، هنا 2 ار وار. المقاومه المكافئه هنا هتبقى اكبر في انهي حاله؟ لاحظ ان انت في حاله التوصيل على التوازي المقاومة المكافئة بتكون أقل من أقل مقاومة، فأنت عندك هنا ما بين النقطة دي والنقطة دي المقاومة دي على التوازي مع المقاومة المكافئة للجزء اللي تحت ده،
طبعا المقاومة اللي تحت هتبقى ار داش وار داش واتنين ار، والمقاومة دي باتنين ار، فالمقاومة المكافئة هتبقى اقل من اتنين ار داش. طب هنا المقاومة المكافئة هتبقى اقل من الار داش لانها ما بين النقطة دي والنقطة دي، الار داش هتتوازي مع الباقي. طب هنا هتبقى ار واتنين ار، تلاتة ار هتتوازي مع التلاتة ار اللي هي واحد ونص ار، سميها داش. طب هنا المقاومة المكافأة هو عاملها ما بين النقطة دي والنقطة دي، هتبقى أقل من الأر داش برضه لأن المقاومة دي أقل من الأر داش. فأنت لو بصيت هنا هتلاقي إن المقاومة هنا أقل من اتنين أر داش، هنا أقل من الأر داش، هنا أقل من الأر داش، هنا واحد ونص أر داش. أنهي الأكبر؟ طبعا دول صغيرين، واحدة من دول هي الكبيرة. أنهي الكبيرة بقى؟ هي الكبيرة هتبقى دي، بس إشمعنى الكبيرة هي دي؟ ركز معايا، احنا ممكن نجيبها بالخطوات. لو احنا قلنا اتنين ار داش على التوازي مع ار داش وار داش واتنين ار داش، يبقى اتنين واتنين اربعة، يبقى في اربعة ار داش على مجموعهم اللي هو ستة ار داش، هيطلع معاك اتنين في اربعة بتمانية، على الستة هتبقى اربعة التلاتة، اربعة التلاتة ار داش اللي هي واحد وتلت، ودي واحد ونص، وبالتالي دي اكبر من دي. قاعدة عامة لو انت عندك مجموعة من المقاومات R1 و R2 و R3 و R4 وعاوز توصل ما بين نقطتين معينين بحيث ان انت تحصل على اكبر مقاومة، فانت بتوصل ما بين نقطتين بحيث ان المقاومتين اللي يكونوا على التوازي يكونوا قريبين من بعض. بمعنى انا عندي ادي 1 2 3 4، انا ممكن اوصل ما بين اي نقطتين، فانا ممكن اجيب R1 2 او R1 3 او R1 4 وهكذا. اكبر مقاومة هتحصل عليها لما يكون طبعا انت متوصل ما بين اي نقطتين، يعني ما بين 1 و2 مثلا، فهتبقى المقاومة دي على التوازي مع الباقي. ما بين 1 و3 تبقى المقاومة اللي فوق على التوازي مع اللي تحت. لاحظ ان في كل الحالات R1 2 هتساوي R1 على التوازي مع اللي تحت، وبالتالي هتبقى R1 في اللي تحت اللي هو R2 زائد R3 زائد R4 مقسومة على مجموعهم اللي هي R1 زائد R2 زائد R3 زائد R4. طيب ما بين 1 و3 هتلاقي ان انت عندك هيبقى دول على التوالي R1 زائد R2 ودول على التوالي وعلى التوازي مع اللي فوق. R3 زائد R4 على R1 زائد R2 زائد R3 زائد R4. هتلاقي في كل الحالات ان المقام هو هو، المقام في اي حالة هتجيب فيها المقام المكافئة هيكون هو مجموع المقامات، وبالتالي المقام ثابت. طيب عشان المقدار ده يكون اكبر ما يمكن، فلازم يكون البسط اكبر ما يمكن. عشان يكون البسط اكبر ما يمكن، لاحظ هنا ان احنا بنقول ان في الحالة دي R1 مضروبة في R2 زائد R3 زائد R4، في الحالة دي R1 زائد R2 مضروب في R3 زائد R4. معنى كده إن أنت بتاخد تجمعات من المقاومات دي وتضربها ببعضها، يا إما دي في مجموع دول، يا إما الاتنين دول مع بعض، يعني الاتنين دول مع بعض تضربهم في بعض وهكذا، بحيث إن أنت عندك المجموع اللي هو في المقام ده يفضل ثابت. عشان تفهمها بشكل أكبر، لو أنا عندي رقمين 1 و9، الرقمين دول مجموعهم بعشرة، وعندك 2 و8 برضو مجموعهم بعشرة. لو انا عاوز رقمين مجموعهم بعشرة اضربهم في بعض بحيث احصل على اكبر قيمة، هتبقى امتى؟ هتبقى لما الرقمين دول يكونوا متساويين. لو انت بصيت كده 1 في 9 بيساوي 9، 2 في 8 بيساوي 16، سوري 2 في 9 في 8 صح بيساوي 16، 3 في 7 بيساوي 21، 4 في 6 بيساوي 24، 5 في 5 بيساوي 25. بعد كده بتبدأ بقى ده
هيبقى 6 وده 4 اللي هي دي. وبالتالي هتكتشف لو انا عندي رقمين مجموعهم رقم ثابت، فانت اكبر حاصل او اكبر حاصل ضرب بتحصل عليه لما يكونوا متساويين. ولاحظ هنا ان كل ما الرقمين يقربوا من بعض، يعني هنا الفرق ما بينهم 8، هنا الفرق ما بينهم 6، هنا الفرق ما بينهم 4، كل ما الرقمين يقربوا من بعض كل ما حاصل ضربهم بيبقى كبير. نفس الكلام هنا، احنا هنا عايزين نحط البطارية بتاعتنا بحيث بين نقطتين، بحيث ان الرقمين اللي مضروبين في بعض فوق اللي هو المقاومتين اللي هيكونوا على التوازي يكونوا اكبر او قريبين جدا من بعض. فهمت الفكرة؟ ناخد مثال تاني عشان تفهم. واحد اتنين تلاتة اربعة، اقل مقاومة تحصل عليها لما توصل ما بين النقطة دي والنقطة دي، لانها تبقى اقل من واحد، لانك لما توصل كده يبقى دول كلهم توالي على التوازي مع الواحد. اكبر مقاومة تحصل عليها لما توصل ما بين النقطة دي والنقطة دي. اشمعنى؟ لان انت عندك هنا هيبقى 5 على التوازي مع 5، وبالتالي انت عندك 10 اللي هو المجموع بتاع المقاومات دي كلها. اكبر مقاومة تحصل عليها لما، او اكبر حاصل ضرب تحصل عليه لما يكون 5 في 5. ناخد مثال تالت، لو مثلا دي مش مثلا حاجة زي كده، أقل مقاومة تحصل عليها لو وصلت ما بين النقطة دي والنقطة دي هتبقى أقل من 3. طب أكبر مقاومة تحصل عليها، أكبر مقاومة تحصل عليها هتبقى لو وصلت ما بين النقطة دي والنقطة دي، لأن تحت هتبقى 3 و4 ب7 على التوازي مع 6، يبقى 7 على التوازي مع 6. واحد ممكن يقول لك أخلي 6 و4 التوالي، يعني أوصل ما بين النقطتين دول، يبقى 10 على التوازي مع 3. طبعا غلط، هتبقى أقل من دي، لأن أنت عندك 10 في 3 ب30، لكن هنا 6 في 7 ب42. فهمت الفكرة؟ أعتقد أنت استوعبت اللي أنا عايز أقوله. سؤال 19، سلك مستقيم مقاومة R تم لفه على هيئة حلقة دائرية ووصلها بطريقتين مختلفتين بمصدر كهربي كما هو موضح بالشكل المقابل، فإن النسبة بين المقاومة المكافئة في الحالتين. السلك ده مقاومته بR، هنا ده نصف السلك وده نصف السلك، يبقى ده R على الاتنين وده R على الاتنين. بعد كده انت عندك المقاومة دي والمقاومة دي متوصلين على التوازي، يبقى المقاومة المكافئة ليهم اللي هي R2 تساوي احدى المقاومتين اللي هي R على الاتنين على عددهم اللي هو 2، هيديك R على 4. طب نيجي هنا ما بين النقطة دي والنقطة دي، انت عندك ده 3/4 الحلقة، يعني 3/4 طول السلك، وبالتالي المقاومة هتبقى 3/4 من مقاومة السلك، ودي ربع المقاومة. بعد كده ما بين النقطة دي والنقطة دي عندك ربع R على التوازي مع 3/4 R، وبالتالي المقاومة المكافئة اللي هي R1 هتساوي ربع في 3/4 على مجموعهم اللي هو 1، فهتطلع معاك 3 في 1 ب3 على 4 في 4 ب16 R. نيجي بعد كده نقسمهم R1 على R2، عندك 3 على 16 مقسوم على 1/4، يعني كأنها مضروبة في مقلوب ده، فتطلع معاك 3/4. السؤال رقم 20، سلك منتظم المقطع يمر به تيار شدته عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه، إذا تم تشكيله على هيئة مربع مغلق في اتجاه دوري واحد، فإن المقاومة المكافئة للسلك إذا وصلت البطارية بالنقطتين. ركز معايا كده، انا عندي سلك اهو، السلك ده ليه مقاومة بيمر فيه تيار 1/10 امبير وفرق الجهد بين طرفيه 1.2 فولت، فاقدر اجيب المقاومة بتاعت السلك هتساوي فرق الجهد على قيمة التيار، هيطلع معاك 12 اوم. بيقول لك هنا تم تشكيله على هيئة مربع، ادي مربع اي بي سي دي، طبعا المقاومة الكلية بتاعت السلك ده ب 12 اوم، يبقى مقاومة كل ضلع من اضلع المربع بيساوي 12/4، هيديك 3 اوم.
بعد كده بيقول لك عاوزين المقاومة المكافئة للسلك إذا وصلت بطارية بالنقطتين A و C. أدي النقطة A وأدي النقطة C، هتلاقي إن الـ RAC بتساوي 3 و3 6، وعندك هنا 3 و3 6، بستة على 2 فيها 3 أهو من البابلين. طيب يبقى دي بستة بتلاتة. نيجي بعد كده بين النقطتين A و D، هتلاقي إن أنت عندك التلاتة دي على التوازي مع المقاومة المكافئة لدول. 3 على التوازي مع 3 و3 و3 اللي هي 9، هيطلع معاك 27 على 12 اللي هي 3 في 9 على مجموعهم اللي هو 12، هيطلع معاك 2 وربع. سؤال 21 في الدائرة الموضحة بالشكل قيمة R تساوي، عايزين قيمة R، أجيب دي إزاي؟ لو أنت ركزت هتلاقي إن أنت عندك فرق الجهد ما بين النقطتين دول اللي هو القوة الدفع بيساوي 120 فولت، والتيار اللي ماشي بعشرة أمبي. هو أنت هنا تقدر تجيبها بأكتر من طريقة، يا إما هتقسم القوة الدفع على المقاومة، سوري على التيار الكلي، هتجيب المقاومة الكلية. بعد كده المقاومة الكلية عبارة عن المقاومة دي على التوالي مع المقاومة المكافئة لدول، فتقدر تجيب الـ R. تعال نحلها بالطريقة دي. يبقى أنا عندي هنا الـ R توتال بتساوي 120 على 10، هيطلع معاك 12 أوم. الـ 12 أوم دي عبارة عن المقاومة 8 زائد المقاومة المكافئة للاتنين دول اللي هي R على التوازي مع الخمسة، وبالتالي الـ R على التوازي مع الخمسة بيساوي الـ 12 ناقص 8. 12 ناقص 8 اللي هي ب 4 اوم. طبعا انت مع الخبرة هتكتشف ان الار دي ب 20 اوم، لكن لو انت ما انتش عارف فانت هتطبق عادي القانون. الار هتوزع مع الخمسة هتبقى 5 ار على 5 زائد ار بيساوي 4. بعد كده طرفين في وسطين، 4 في 5 ب 20، 4 ار بتساوي 5 ار، وبالتالي الار بتساوي 5 ار ناقص 4 ار بار بتساوي 20 اوم. الطريقة التانية كنت ممكن تجيب فرق الجهد ده تضرب 10 في 8 ب 80، هيبقى فرق الجهد ده ب 120 ناقص 80 هيديك 40، تقسم فرق الجهد اللي ما بين النقطتين دول على الخمسة هيديك ان التيار اللي ماشي هنا ب 4 امبير اللي هي عبارة عن 40 على الخمسة، سوري 8 امبير اللي هي 40 على الخمسة. طيب التيار ده 8 يبقى ده على طول ب 2 امبير، لان مجموع التيارين دول ب 10 امبير. التيار ده ربع التيار ده، يبقى المقاومه دي 4 امثال المقاومه دي، لان المقاومتين دول على التوازي، وبالتالي ده هيبقى 20. 22 الشكل المقابل يمثل جزء من دائره كهربيه اذا كانت المقاومه المكافئه بين النقطتين A و B هي 7 اوم، فان المقاومه R تساوي. طيب انا عندي ال 7 اوم دي اللي هي المقاومه المكافئه بين هنا عباره عن 5 زائد المقاومة ما بين النقطة دي والنقطة دي اللي هي 6 على التوازي مع الـ R، وبالتالي 6 على التوازي مع الـ R هتساوي 7 ناقص 5 ب 2 أوم، بعد كده 6 R على 6 زائد R بتساوي 2، على 2 فيها 1 على 2 فيها 3، بعد كده طرفين في وسطين، 6 زائد R في 1 بتساوي 3 R، تجيب الـ R هنا هتبقى 3 ناقص 1 ب 2 R بتساوي 6، وبالتالي الار بتساوي 3 اوم. السؤال رقم 23 الشكل المقابل يمثل جزء من دائره كهربيه اذا كانت المقاومه المكافئه بين النقطتين اكس وواي هي 8 اوم، فان المقاومه ار تساوي المقاومه المكافئه بين نقطه اكس والنقطه واي عباره عن 8 اوم. طيب ما بين الاكس والواي عباره عن المقاومه بين هنا وهنا زائد المقاومه بين هنا وهنا، يبقى انت عندك هنا ار على 12 اللي هي ما بين هنا وهنا زائد ما بين هنا وهنا اللي هي R على ال 12 على التوازي مع ال 12، ده بيتساوي 8. هتلاحظ هنا ان ال 8 دي عبارة عن 2 في المقاومة المكافئة بتاعت اللي ما بين النقطتين دول، لان المقاومة دي اللي هي المكافئة ما بين دول هي نفسها دي، وبالتالي تبقى R على 12 على طول بتساوي نص دي اللي هي 8 على 2 اللي هي ب 4. R على التوازي مع ال 12 تبقى 12 R على 12 زائد R على 4 فيها 1 على 4 فيها 3
طرفين في وسطين 12 زائد ار في 1 بتساوي 3 ار. هتجيب ده هنا بالسالب، 3 ار ناقص 1 هيديك 2 ار بتساوي 12، وبالتالي ار بتساوي 12 على 2 فيها 6 اهو. السؤال 24: الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية إذا كانت المقاومة المكافئة بين النقطتين X و Y هي 7 أوم، فأي القيمة التالية تمثل قيمة المقاومة R؟ طيب المقاومة المكافئة بين النقطة دي والنقطة دي هتبقى أول حاجة ما بين النقطة دي والنقطة دي على التوالي مع المقاومة بين النقطة دي والنقطة دي. هتبص هنا هتلاقي ما بين النقطة دي والنقطة دي 2 و2 ب4 التوازي مع الـ R، تجمع عليهم المقاومة بين هنا وهنا اللي هي 3 و3 6 على التوازي مع الـ R، وده كله بيساوي 7. طيب نيجي بعد كده 4 التوازي مع الـ R هتبقى 4 R على 4 زائد R، زائد 6 التوازي مع الـ R هتبقى 6 R على 6 زائد R بتساوي 7. لو انت جيت تحلها بالطريقة دي فانت هنا هتمشي خطوات رياضيه كتير، لان انت هتعوز توحد المقامات وبعد كده طرفين في وسطين وحوار، وبالتالي اسهل طريقه هنا ان انت تشوف الارقام دي هل هتتناسب ولا لا. تعال كده نبص 3، لو انت عندك الار ب 3 تبقى 4 التوازي مع 3 6 التوازي مع 3 دي فيها 2، 4 التوازي مع 3 هل هتديك 5؟ لان دي لما تيجي في الناحيه الثانيه تبقى 7 ناقص 2 ب 5. هل 4 التوازي مع 3 ب 5؟ لا، وبالتالي غلط. طب نجرب الأربعة، 4 التوازي مع الأربعة هيديك 2، 6 التوازي مع الأربعة لما تجيب لي في الناحية التانية هتبقى 7 ناقص 2 ب 5، هل 6 التوازي مع الأربعة ممكن يديك 5؟ لا، وبالتالي غلط. طب ب6، 4 التوازي مع الستة وهنا 6 التوازي مع الستة، 6 التوازي مع الستة هيديك 3، 4 التوازي مع الستة مش هتديك 4، وبالتالي غلط. 12 مفيش غيرها، عندك هنا 4 على التوازي مع ال 12 هيديك 3، 6 على التوازي مع ال 12 هيديك 4، مجموعهم هيديك 7، وبالتالي الإجابة هتبقى د. هنكمل إن شاء الله في الفيديو الجاي. بالتوفيق والسلام عليكم.